لأسابيع ظل جيش الاحتلال الإسرائيلي يضغط على الفلسطينيين في مختلف أنحاء غزة من أجل النزوح إلى مدينة رفح الفلسطينية جنوبي القطاع، على اعتبار أنها المكان الآمن الوحيد من القصف. ولأن الأمر لا يعدو كونه خطة منزوعة الرحمة، ولأنها إسرائيل، شن جيش الاحتلال هجمات بين حين وآخر على المدينة التي وعد بأنها آمنة، لكن الفلسطينيين المغلوبين على أمرهم لم يجدوا مفراً من البقاء في المدينة الأقرب إلى مصدر شاحنات المساعدات التي تدخل بصعوبة بالغة في ظل الصلف الإسرائيلي في التفتيش. أما الآن ومع إعلان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو نيته تنفيذ عملية عسكرية في المدينة الفلسطينية المكدسة بالنازحين، قرر البعض من هؤلاء المساكين أن يعودوا أدراجهم إلى وسط قطاع غزة فراراً من الاجتياح المحتمل الذي تدينه غالبية الأطراف الدولية حتى الداعمة منها لإسرائيل منذ بداية العدوان على غزة في 7 أكتوبر الماضي. أنا بيتي راح من أول 3 أيام، من أول حرب، من أول 3 أيام راح، وأنا قاعد بقول وبناشد إن شاء الله ربنا يقدر ونرجع غادي على الشمال، مش بدناش لا هجرة ولا بدنا، احنا بدنا نضلنا قاعدين في غزة. احنا بدنا نضلنا قاعدين في غزة وانا بدي اضلني قاعد في بيت حنون كمان، وعلى الردم تبعي بيجيبوا اعمل لي نتفة خيمة واقعد انا واولادي وخلاص. كأنهم بدو رحل، تنقل كثير من النازحين الفلسطينيين بين مدينة واخرى في القطاع المنكوب، حاملين اخشابا وقطعا من القماش او البلاستيك هي منزلهم المحمول. حكولنا في منطقه هنا في الزوايده اجينا عليها، قالوا يمكن امنه، وهينا قاعدين فيها لبين الله ما يفرجها علينا، وبنعرف ايش وقتش يمكن يقوموا يهددونا يقولوا لنا اطلعوا منها، مش عارف الواحد وين بده يروح وين ضل. يعني احنا قلنا منطقه رفح امن منطقه، بتضلها منطقة آمنة وبنقعد فيها وضلنا قاعدين فيها، بس خلص هي بدهم يخشوها. كل هذه المآسي وما زالت الحكومة الإسرائيلية المتطرفة لا تقيم وزناً لأي نداءات أو تحذيرات دولية من آثار إمعانها في العدوان على الفلسطينيين وأراضيهم، فلا نامت أعين القساة.